ينضم إلينا الآن الزميلة هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية في بغداد. صباح الخير هبة، يعني كنا ناقشنا قبل الحلقات السابقة عن موضوع المترو، مترو بغداد. لو تطلعين على آخر أخبار موعد تنفيذه وأهمية هذا المشروع في هذا الوقت. نعم يا شيرين، بالبداية صباح الخير عليك وصباح الخير أكيد على سادي. مشروع مترو بغداد هو من ثمانينات القرن الماضي، يعني تم تأجيل هذا المشروع بسبب الأزمات والحروب والعقوبات الدولية، ويعني اليوم نشاهد الحكومة العراقية هي في التباحث وبدأت بأعمال هذا المشروع الذي سوف يبتدئ من شهر آب المقبل، وسوف تكون مدة إنجازه مدة 4 سنوات، فبالتالي سوف يغطي 85% في المناطق العاصمة بغداد ويفك الاختناقات المرورية، وسوف يكون ويصب أيضا بصالح الدولة العراقية، سوف ينفق العديد من يعني الاقتصاد ويخفف على الدولة العراقية من الوقود السيارات والاختناقات المرورية التي تحصل يوميا، يعني عند ذهاب الأشخاص والمواطنين إلى أعمالهم ويبقون يعني في زحامات مرورية وتكدس مروري لساعات طويلة ولو لمسافات قصيرة. فبالتالي هذا يوفر على المواطنين وعلى الحكومة الكثير من الأمور، وسوف يكون حتى الوارد يعني الاقتصادي للحكومة العراقية عالي جدا، لأنه يمر بعدة محطات، ب64 محطة، وأيضا في جميع المناطق في بغداد مرورا ب7 وزارات، وأيضا في المدارس والجامعات، وكذلك حتى في المناطق التي تكتظ بها يعني وتكون بها كثافة سكانية عالية جدا. فبالتالي هذا المشروع يصب في مصلحة الجميع ويصب في مصلحة أيضا المواطن العراقي الذي بدأ يعني يتضجر من هذا الموضوع، وخصوصا عندما يكون هنالك أعمال سريعة جدا ومسافات قصيرة تستغرق ساعات طويلة لإيصاله إلى هذا المكان. مشروع مترو بغداد اللي سوف تكون هنالك شركات كبرى يعني من 9 دول، من بينها شركات إسبانيا وفرنسا وتركيا، وأيضا يعني شركات رصينة سوف تدخل في هذه المشاريع التي سوف يكون يعني بدأت المخطط لهذا المشروع وبدأت تخطيط لهذا المشروع. سوف يكون هنالك أيضا من وزارة النقل الكثير من الخطط لتنفيذ هذا المشروع الذي نأمل من الحكومة أن تطبقه على أرض الواقع، وليس فقط وعود مثل ما في الثمانينات وحتى في قبل من هذا الثمانينات، حتى كان هذا المشروع هو يعني دائما تقول به الحكومة العراقية ولكنه لم يطبق على أرض الواقع. اليوم الحكومة هي بجدية تامة في إطلاق هذا المشروع باتفاق مع شركات كبرى وأيضا بمبالغ تبلغ 18 مليار لإنشاء هذا المشروع، وسوف يكون هنالك اشتراك من جميع الجهات. أيضا الحكومة هي فرحة بالتأكيد هبة، لكن نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع نعم. تناولت الصحف العراقية أخباره، وهو عن تحرك برلماني بعد استهداف السفارة الأمريكية لامرأة عراقية في بغداد. لو تطلعين على المزيد من التفاصيل. صحيح، هذا الموضوع يوم أمس يعني تحدثت به لجنة الأمن والدفاع النيابي، هناك تحرك بملابسات وتحقيق من إصابة مواطنة عراقية يعني إثر قنص من السفارة الأمريكية عند تقربها للمبنى السفارة الأمريكية وهي في محراب الصلاة، بحسب يعني تصريحات لجنة الأمن والدفاع النيابية، وهذا أنه يعني انتهاك لحقوق الإنسان وكذلك حتى السيادة العراقية. فبالتالي هناك لجنة تتحرك بملابسات هذا الأمر. بصراحة هناك صدر من السفارة الأمريكية يعني تصريح بشأن هذه المواطنة وقالت أنها غير مقصود ونأسف بشأن الحادث وتتمنى لها السلامة، وهي على تواصل مع السلطات العراقية بشأن يعني إصابة المواطنة العراقية إثر قنص من السفارة الأمريكية عند تقربها من مبنى السفارة في العاصمة بغداد يوم أمس، وقالت أنها سوف تقوم بالتنسيق المباشر مع السلطات بشأن هذا الموضوع. بصراحة السلطات العراقية على يعني أثارت ضجة واسعة بصراحة هذا الموضوع،
لم نشاهده يعني منذ سنوات طوال، يعني هنالك انتهاك من قبل السفارة الأمريكية على مواطنة عند تقربها لمبنى، يعني أثار أيضا ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من قبل نواب وأيضا من لجنة الأمن والدفاع النيابية قالت إنها لم تسكت. بالتأكيد هبة فهو خبر غريب، وبالتأكيد سوف نعود لك للمزيد من التفاصيل في خدمات إخبارية لاحقة. شكرا جزيلا الزميلة هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية في بغداد، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.